موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع على البلاي ستيشن. اليوم راح نلعب على البلاي ستيشن 5. قبل ما ابدا مقطع لا تنسون زر لايك واشتركوا بالقناه كنتم مشتركين، ترى اغلبكم ما اشترك. خلونا نوصل هذا المقطع 15000 لايك تقدرون، بسيطه جدا يعني. فاللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكستشينج، رابط في الوصف، كود في اس ال يخصم لكم 3% الكريدت عندهم يعني خصم اللعبه، فالحق على هذا الشيء. واللي يبغى يستخدم كودي في الايتم شوب كود فيسل ما راح يخصم شيء، لكن راح يفيدني وراح يعطيني شوي من الارباح. يعطيكم العافيه، خلونا نبدا ونتصنف في البلاي ستيشن. للامانه خسرت اتوقع جيمين، اتوقع انه جيمين، والله ما ادري، جيمين او ثلاثه وفزت ثلاثه، ما ادري، يا اربع فوزات وخسرتين يا ثلاث فوزات ثلاث خسارات. للامانه صعب اللعب هنا، ما اقول انه شفني عندي بي سي، لا حرفيا صعب. اول شيء لاني قاعد العب على نسخه البلاي ستيشن 4، ما نزلوا نسخه البلاي ستيشن 5 للحين. ثاني شيء اليد تهتز، عرفت اطفيها ما ادري شلون. وثالث شيء اللي هو الجرافكس ما قدرت اقلله اكثر من كذا، ابغى اقلل اعدادات خليها خفيفه مره، ما اقدر ازود فريمات، فريمات على 60، فهذا المشكله. طبعا انا الحين ما اسمع شيء بس لابس سماعات ما ادري ليش. جول، اوكي هذه جول، انا قاعد اسولف ليش؟ ركز، شوفوا هذا سيزون 3 شو اسمه تشامبيون، يعني في منافسه. ضيع وقت عشان ناخذ بوست بس، واللف في السياره اقسم بالله انه ثقيل 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 مره. نحاول نشبله شوي، بس اخيرا هدف الاول، هدف التعادل. يعني كنت اقول بنشبله يوم شفته يطير، قلت لازم اني اوصل اخر شيء تجي فيه الكوره اثبتها، عشان هو بيكون يطير ما مع بوست ما يقدر يرجع الكوره السريع. زي كذا ما مع بوست الحين، فتخليه يطق الكرة وطق الكرة هنا، بسيطة جدا. لما انا قابلت اثنين والله يلعبون لعبة مو طبيعي، واحد يا انه يطير طيارها مو طبيعي، يفهمك على طول، يعرف ايش بتسوي انت بالضبط. يا ساتر يا ساتر. اوكي اخذ بوستين، هو يحاول يبغى يصدم بس ما قدر. اخذ البوست 100، ايش قاعد تصير؟ ايوه سو فيك، سو فيك، اضمن الوضع، ما نتفلسف ابدا، الكوره فوق انزل تحت، اذا ما تقدر عليها ما انت ضامنها لا تطقها ابدا 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 في الون فيون. فهذا الشيء اللي خلاني يعني ها افك، والله شكرا انك افكت، يعني لو تطلع بعد والله العظيم تفك لي ازمه. اوه ملقلق بنج 990، الله الله يعينه. داخل ميدل ايست عشان بنجي بس يكون منخفض، لانه في اليوروب بنجي فوق 120 130. كانت النيه بنج. اوه ملقلق بعد، ما اقدر اسوي شيء، والله العظيم انا اسف يعني، بس اللاج يعني مو بيدي، اظل ياما لقلق وما حد يوقف لي، لازم يعني تذوق بعض اللي يذوقه. والله ملقلق مره. طيب اطلع، طيب بنجي 999 تكفى. نخاف وشو؟ انه يرجع وبنجي يتضبط فجاه يجلدني، انا كذا بصيح بصيح مره. نحاول نجيب اهداف قد ما نقدر عشان نضبط الرانك اللي بيجينا، ما تفلسف ابدا، لو تجيب 15 عادي. لا لا تو مرفت تصبر، والله كان لعبه تقريبا كويس يعني، بس انه كان دايما 2. اوكي لازم ينزلون نسخه البلاي ستيشن 5، لازم 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 في اقرب وقت. الله يعين، بسم الله. يا ساتر، يو لو جت، يا ساتر والله العظيم نار، يا الله يا القهر. اوكي 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 لا لا تكفى، الا المرتدات الا المرتدات. ايوه يا الله، المفروض ما امشي بالريوس للحظه، مفروض يعني سعد شو نسوي؟ ايش قاعد تسوي ذا؟ والله انه قاعد يخربط.
انا اسف يعني بس لازم استغل اللحظات دي. الله كيكفة غريب. يلا انا كيكفة غريب. برا اشوف. يا ساتر الجرة. يا ساتر. لا لا والله شكرا يا عارضة. اول مرة تساعدني العارضة زي كذا. العارضة اللي فوق ما ادري ايش صار. شو كيف سكت في العارضة اللي فوق نزلتها كذا. هو ولخ ما يدري حسبها فوق حسبها تحت. هو يحسبني بروح بس ما برايح. ما اخذت بوست. صديت الحمد لله. دون بوست صفر يا شباب. هدف. الله الله اني اسف يا الله. ما ادري شلون ضيع اللي قبل شوي قسم بالله. ما ادري شلون. بنك 20 اوكي انا بنك 114. شكرا جزيلا والله. نايس نايس استغليت اللحظه قبل ما يجي. بس وقف. نايس شوت. والله صديتها بس جاي مقلع. المفروض اني اخش عليه من قبل اصلا. اعوذ بالله لازم اني اصدم اسوي اي شيء. بس اخذ البوست خلينا نشوف ايش بتسوي. توقعت انه بنش والله. يا اخي يصدم ما ادري شلون يصدم. يطق الكوره بنفس الوقت يصدم كيف ما ادري. اوف 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 والله مشى فيها. والله العظيم ما توقعت انه بيمشي فيها. توقعت انه ينتظرني اطير بس شوفوا مشى فيها كذا فجاه يسور. ما اقدر الحق عليه. لو اني متوقع انه بيسوي كذا كان صديته. انا قاعد انتظره ليه ما ينزل وهذه هدف. شكرا 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 على الكيك اوف التعبان. شكرا. يصدها بعيده هي بس بصدها. شفتوا انا اقول لكم قبل شوي اذا الكوره ما انتبه انا ضامنها اوكي. بس شوف لست اللي جاء يعني عارف انه برا بس رحت اصدها ملقوف. اها شلون طقها كذا ما ادري. والله شلون طقها كذا ما ادري. لا يا شيخ لا. اوكي بنقات متقاربه ان شاء الله عاد الامور طيبه. حرفيا لا الحين. ها اخذ البوست حلو. لازم نبثر شوي لازم. والله اني نوب الحين اقول لكم والله اني نوب. نايس هدف جميل هدف جميل. اتوقع انه بيصدها راح بس طقها هنا طقها. يوه الله شكرا والله سبقت بلحظه. شوفوا كيف لحظه بس شت فيها هنا هنا هوب لمسها. الله والله ما توقعت فيك. والله ما توقعت فيك. والله كيف اقسم بالله كيف. شوفوا كيف صدمته. شوفوا هنا انا صدمته ولا ما صدمته. بينج 49 يعني بينج نازل. والله حرام هاي ضيعتها بعد. لا يستهبل ذا. والله العظيم لعب غريب جد لعب غريب. من بدايه الجيم قلت اوف لهيب بس فجاه ما ادري ايش صار. حد يقول صكيتها بعين ما لي دخل انا. يو 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 بدون بوست. انتظر الخصم واقتله بالفرصه بالحركه ما ادري وش بس ليتني ما طرت. بينسحب كلازون كلازون كلازون. يا رب ينسحب يا رب يا رب. ده اقتله خليك وراه ما معك بوست مو مشكله. خذ بوست اللي في الارض ولا لا تاخذ عادي امشي بس ماشي ماشي. وي اعرف متى تفيك هنا. اعرف متى تفيك وخلاص امورك طيبه باذن الله. واتوقع اني بخش في ذي اللحظه فاسوي فليب غبي جدا واخر عن الكره. جي جي والبليد. انا اسف جدا. يلا الحين جاب تصنيف باذن الله ان الرانك يكون كويس باذن الله. والله العظيم صعب انك تحول من بي سي لبلاي ستيشن
اشغلتكم بس اقسم بالله صد. شوف كود لايتم شيء محطوط والله من زمان ما خشيت هنا. اطار 2 نحط في اس ال دن كم تصريف ان شاء الله عاد انه ما يجلدنا ان شاء الله. لا يرب اوكي والله بنقى عالي عالي جدا. خلينا نشوف بنقى قريب والله 80 100 قريب بس هو افضل تقريبا. هو ياخذ البوست هذا واضح انه نشبه والله اني قايل لكم انه نشبه. هدف يوس سوى الهدف عبد الله يا رب عبد الله والله العظيم يلا جاء الهدف حتى وفجرني ما ادري شلون فجرني. الى متى يعني الى متى الى متى؟ ايوه طق الكوره اشوف الرانك معك يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يلا يا ربي. احس انه دائما تو ما ادري ليش احس يعني ان شاء الله انه فوق لان بريت كم واحد شامبيون. اوه دائما 3 ديفيجن كم طيب؟ دائما 3 ديفيجن 1 يعني قريب من دائما 2. عموما بس اي كم اخطاء اليوم لا تنسوا كود الايتم شوب في اس ال اللي يبغى يشتري اغراض زي ما قلت لكم موقع روك ليج اكسشينج. خلينا نشوف هنا في شيء في اكس بيات يا شباب. طيب يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا واذا تبون اكثر من الحلقات على البلاي ستيشن اعطوني سلاسل اسويها في البلاي ستيشن غير ان التصنيف ما تصنيف لاني ما العب كثير بلاي ستيشن للامانه فنبغى افكار يعني اسويها في البلاي ستيشن ويعطيكم العافيه ونشوفكم على خير. سلام.